هلا بدنا نكتب مقالة على الويكي. أول شيء رح ندور على اسم المقالة. قلنا مثلا رح نكتب عن الأبطال الخارقين، مو؟ أول نكتب بهذا المربع الأبطال الخارقون، تمام؟ هلا رح نكبس بحث لنشوف إذا هي المقالة موجودة أصلا، بدنا نعدل عليها ولا بدنا نكتبها نحن أصلا. شو طلعت معنا؟ لون أحمر. شو يعني؟ ما حدا يعرف عنه. ما بدنا نفتحها لنكتب. طيب هلا مين في عنا أبطال خارقين؟ باتمان. بس مين كمان؟ كمان مين بيعرفنا؟ هلا مو سوبرمان سوبرمان؟ لا غير. طيب عندنا المقنع، برافو. هلا بيعرف غيره؟ طيب هلا رح نشوف شلون بدها تطلع على الصفحة. رح نشوف شلون بدها تطلع على الصفحة. رح نروح على عين. شفتوا؟ عندنا مشكلة إنه طلعوا قدام بعض. معناتها هلا نحن بلشنا حطينا انتر واحد يعني سطر واحد، لازم نحط انترين. نرجع على نص ويكي. نحط انسر، تمام. هلا نشوف صندوق طلعوا منيح هيك، تمام، مثل ما بدنا اياهم. طيب هلا بدنا نكتب مثلا عن، نرجع على بدنا نكتب عن سوبرمان. شو قلنا بنعمل؟ اول شيء بنحدد الكلمه اللي بدنا اياها، بعدين بنروح بهذا الشريط الادوات. في عندنا شيء اسمه وصله داخليه، رح نكبسها بنشوف شلون. شو صار معنا؟ في عين طلعت حمراء. شو يعني؟ صفحه مظبوطه. متى احنا بنفتحها؟ كتاب ثاني مشان يكتب عنا. طيب شو بدنا نكتب عن سوبرمان؟ يطير. بنحط انترين، مو؟ ايه. كمان شعار وحد اسود. طيب شو بدك شعار مندوب؟ شو كمان مثلا؟ شو بدك تعمل؟ اسود. اسود؟ لا ازرق. ازرق ازرق واحمر. ازرق واحمر. طيب رح ندور على صورة للسوبرمان مشان نحط له اياها، شو رأيكم؟ ايه. بلى، هو على فكرة كان هو أول واحد. لقينا صورة سوبرمان، ماشي؟ شلون بدنا نحفظها؟ رح نكبس عليها بالزر اليميني، بعدين رح نختار سيف البيج آز أو احفظ الصورة. اسمها سوبرمان، رح نحطها على سطح المكتب. هلا رح نرجع لهون، شو رح نعمل؟ شايفين لغات صندوق الادوات؟ رح نفتحه. رح نروح على ادفع ملف. نفتحه بتاب. نفتحه بتاب. هلا من هون نختار اسم الملف. شفتوه من وين؟ شو صاير؟ حطيناه بالديسك توب، بندور على سوبرمان. هي هو. نختاره بريس اوبن، تمام. صار عندنا هون. هلا بنروح بناخذ هذا الاسم بنحدده، بنعمل له كوبي او نسخ، بننزل لتحت نعمل له ارفع ملف. طيب هلا هي الصوره صارت على موقع ويكي صغار، ماشي. رح نرجع على الصفحه تبعنا، ننزل سطر. شايفين هون في صوره، رح نكبس ملف مضمون يعني صورة. رح نكبس عليها، طلعنا هي التعليمة. هلا هذا محدد بالأزرق، رح نكبس عليه باليساري ونحط باست أو لصق للاسم، اسم الصورة اللي نحن نقيناها قبل شوي.
تمام. هلا بنروح على العين. طلعت عنا الصورة. حلو. طيب شوفوا شغلات ممكن نحطها كمان. هلا في عنا تعليمات زيادة شفتوها متقدم، رح نكبس عليها. رح تطلع لنا هدول التعليمات، رح نتعلمهم واحد واحد. أول شيء مثلا نحن كتبنا يطير شعاره إيس، هي شو مثلا؟ هي صفات سوبرمان، صح؟ طيب رح نكتب صفات سوبرمان. رح نحددها. شفتوا هاي الترويسة؟ رح ناخد مستوى الثاني. طيب نشوف شلون بتطلع. شفتوا كيف طلعت؟ صار عندنا فقرة. هلا إذا بدنا نحط فقرة ثانية مثلا حياة سوبرمان. ناخذ كمان المستوى الثاني، هي فقرة جديدة. شفتوا شلون صار عندنا فقرة جديدة؟ هاي صفات سوبرمان، هو بيطير، شعاره إيس، في صورة عنه، وتحت في عنا حياة سوبرمان. هلا فيني أنا مثلا بدي أعدل على صفات سوبرمان، فيني أفتح بس عدل لسوبرمان بالصفات. بس هلا افتح هون لأنه ما حفظنا الصفحة لسه. رح نحفظ الصفحة. هي صار عندنا مقالة اسمها سوبرمان. مقالة اسمها سوبرمان، أول فقرة منها صفات سوبرمان، ثاني فقرة حياة سوبرمان. تمام؟ طيب. هلا بدي أعدل مثلا أنا بحياة سوبرمان، ما عاد بدي أعدل بصفات سوبرمان. بروح بخبز عدل اللي جنب حياة سوبرمان، شفتوها؟ طيب شو بدنا نكتب عن حياته مثلا؟ مثلا عاش عمره يساعد الضعفاء. يا أمي كوكب كيف طال؟ يا أمي كوكب كيف طال؟ نقاتل الأشعار صح؟ نقاتل الأشعار تمام. حدا بيعرف مثلا هو وين كان ساكن سوبرمان؟ وين؟ كوكب شو؟ هو إجا من كوكب. هو إجا من هنيك بس هو وين سكن هون مثلا على الأرض؟ نيويورك؟ نيويورك. هلا شلون بدك تطلع هيك؟
بس ما لازم تكسر يا طيب هلا مو قبل شوي عملنا سطرين مشان ينزل سطر لما نساوي قائمه مرقمه ما لازم نعمل سطر سطر واحد نلغي الاسطر ونخليهم ورا بعض تمام حلو هيك طيب فينا نعملهم مثلا هاي القائمه بدل ما نعملها ارقام نعمل مثلا قائمه منمقه مثلا سوبرمان بدل ما اعمل له ترميم ترقيم راح اعمل له قبله مثلا نجمه شوف شلون هيطلع حلو؟ طب بدكم اياه مثلا هارد ترقيم ولا نضل على الاعداد؟ اي اعداد؟ اعداد الاعداد طيب انا مثلا بحب باتمان كثير بدي احطه خط اكبر شو فيني اعمل؟ رح حدده؟ حط الخط العريض ايوه هون عنا عريض تمام؟ طيب انا هون مثلا بدي كبره بس مو لدرجة الباتمان شو عنا؟ انا هاد زائد ماشي حيزيد الحجم هيك زادوا طيب نشوف شلون صاروا شفتوها باتمان صارت عريضه وسبايدر مان كبر حجمه هلا الصفحه تبع هذا بعد صار فارقين في عنا خطا صغير مين بيقول شو هو هلا طيب سبايدر تمام طب هلا نحن بدنا نعدل رح نبطل نعمل سبايدر طيب هذا التعديل مو كثير كبير صح؟ فلما نحفظ الصفحة قبلها رح نكتب هذا تعديل طفيف رح نحط جنبها إشارة صح تمام إنه التعديل إحنا بس قلبنا حرفين فبس هذا تعديل طفيف ونحفظ الصفحة هلا أحدث التغييرات شفتوا فتحنا أحدث التغييرات هلا شو صار عنا؟ هذول التعديلات اللي احنا عدلناهم، أول شيء عدلنا الأبطال الخارقين، بعدين رجعنا عدلنا، تذكر وقت عملنا تعديل طفيف؟ إيه شفتوا شو كتب جنبه؟ ضف حرف الضف بس هي بتعرفي شو هي أحدث التغييرات؟ بس شو هي أحدث التغييرات؟ أحدث التغييرات هي الصفحة بيطلع لنا آخر شيء مين حدث؟ يعني هلا احنا آخر شيء شو عملنا؟ عدلنا هذا التعديل الطفيف تمام؟ طلع أول شيء طيب قبله شو عملنا؟ حفظنا صفحة الأبطال الخارقين طلع بعده قبل هيك كنا عم نعدل على سوبرمان صح؟ طيب قبل ما نحن نشتغل في مستر تامر رفعنا البلد تبع سوبرمان وقبل هيك في مستخدم اسمه ليمين مثلا كان عندهم نقاش فهاد آخر شيء شو صار هو أول شيء وبنرجع لورا تمام؟ حسب تسلسل الزمن طيب هلا هاي الصفحة تبعنا اللي كتبناها تبع الأبطال الخارقين صح؟ هلا سوبرمان ملون بالأزرق وزورو ملون بالأحمر ليش؟ هاي إيه سوبرمان كتبنا زورو ما كتبنا أيوه ما زال لما بدي أفتح صفحة زورو شو رح لاقي؟ صفحة فاضية لما أفتح سوبرمان هلاقي صفحة مكتوب فيها برافو طيب هلا اخر شيء لازم نكتب المصدر او نحن من وين جبنا مثلا جبت من كتاب جبت هذا الحكي من كتاب مثلا كتابي انا مثلا صف رابع صف خامس مثلا كتاب الجغرافيا كتاب التاريخ تذكروا شلون عملنا الترويسه قبل شوي رح نعمل رح نكتب المصدر ورح ناخذ المستوى الثاني رح نكتب تحت مجله سويسين بدي مثلا افتح عن القلب فرضا فتحت عن القلب طب انا شو بيعرفني انه هذا الطفل اللي كتب هو كتب صح ولا لا من المصدر هذا المصدر لازم يكون موجود مثلا هو كاتب المصدر مثلا كتاب العلوم صف الخامس مشان انا اتاكد فيني ساعتها افتح كتاب العلوم تبع الصف الخامس بعد هو عم يقول لي انه هو ما عم يجيب شغلات من عاله هو عم يكتب شيء موجود تمام طيب هلا رح نعمل شيء اسمه رابط خارجي
يعني انا فتحت موقع وجبت منه هدول المعلومات ماشي. هلا مثلا انا فتحت موقع ويكيبيديا تمام، طلعت معلومات عن سوبرمان، فانا باخذ هذا العنوان وبعمل له كوبي او نسر، وهون شفتوا هي جنب وصلة داخلية. هلا الوصلة الداخلية معناته احنا رح تفتح لنا صفحة بقلب موقع ويكي صغار تمام. هلا في شيء اسمه وصلة خارجية رح نكبسها هون، رح نحط باز او لصق شفتوا شلون طلعت؟ واحد. هلا لما افتح عليها شو رح يطلع لي؟ ويكيبيديا واحد، صفحة ويكيبيديا تبع سوبرمان تمام؟ برضه هي رح تاخذني على موقع ثاني، أنا شفت منه هدول المعلومات. معناته غير عن غير المصدر فيني أنا مشان لهم لهدول الناس، لو أنا ما جبت هدول المعلومات من عقلي، إنه أنا جبتهم من هذا الموقع، فيكم تروحوا على هذا الموقع تشوفون تمام؟ برضه صار عندنا الوصلة الداخلية والوصلة الخارجية. طيب هلا إذا مثلا بدي أعرف إنه فتحت مقالة هاي المقالة تمام، أنا فتحت مقالة سوبرمان شفتوه أعرض التاريخ؟ رح نكبس عليها لنشوف مين عدل على هاي المقالة. طب هذا اسم نفسه نحن كنا عم نعبي صح؟ هلا مثلا فتحنا مقالة ثانية اثنان، شفنا المقالة مثلا حلوة وبدي أعرف مين كتبها شو بعمل؟ بروح على أعرض التاريخ. هلا فينا نشوف مثلا اخر شيء عدل جورج مصري، قبله مهند الخضرة، قبله ايمان دلعين، منير، رهف. هلا انا هون فيني اعرف كل واحد شو عدل تمام. مثلا انا بدي اعرف جورج مصري لما فات اخر شيء شو الشيء اللي زادوا على اللي كاتبه مهند الخضري، شو بعمل؟ حدد مهند الخضري، حدد جورج مصري، بعمل قارن بين نسختين مختلفين. هلا شو طلع لي؟ هذا اللي كتبه مهند وهذا اللي كتبه جورج. هلا كل شيء بالاحمر معناته جورج ضافه او حذفه. هلا بالسطر الاول جورج معناته مهند كان كاتب يحوي الدم كريات دم حمراء وكريات دم بيضاء وصفائح دمويه. هلا مين بذكرنا هدول شو يعني؟ هدول الشارتين محطوطين قبل كريات دم حمراء وبعدها، هدول رابط الداخلي تمام؟ معناته هي الصفحة كاتبين عنها أو هي الصفحة لما أكبس على كريات دم حمراء بتوصلني لصفحة ثانية بموقع ويكي صغار. طيب هلا جورج مصري شو عمل؟ راح عمل لي كمان رابط داخلي لكريات الدم البيضاء. معناته هيك عرفت أنا جورج شو عمل؟ هي لك من تحت يعني هلا لاحظوا كريات الدم الحمراء مكتوبة عنا صحيح، بس كريات الدم البيضاء هو شاف جورج انه كمان لازم نكتب عنا انه مهمة فحط رابط عليها. هي ميزة الرابط الذاتي، كل شيء بنشوفه مهم بنحطه عنا. هو مكتوب عليه ممكن نكتب فيه. طب هلا مثلا صفيحات دموية برأيكم لازم نعرف عنا أكثر ولا لا؟ فينا نحن من عبدل كل مقالة من عبدل نروح على عبدل. شلون فينا نعمل رابط داخلي؟ بنحدد صفيحات دموية. نعمل رابط داخلي تمام؟ طب نشوفها شلون صارت؟ صار عندنا صفحة اسمها صفيحات دموية بس هي مو موجودة. بس مشان إذا حدا بيحب يكتب عنا بس عم بيكبس لهون بيطلعوا على صفحة الصفحات الدموية. نكبس بس خلينا نكبس بالطول يعني نكتب بقى نشوف شلون بتصير بقى. بعدين هلا رح نحفظ الصفحة، رح نروح على صفحة الصفحات الدموية بكتاب ثاني رح نكتب شو مثلا نعرف عن الصفحات الدموية؟ لو انه هي مقالة مكتوبة بالازرق اذا لقينا في صفيحات دموية، لو ما كانت مكتوبة في مقالة بيطلع لنا ضد المقرر اللي انتم. ما هي مكونات في الدم. هذا هي اول شيء احد مكونات الدم.
موجودة في البلاد. لا هذا في تخفيف تصبع في البلازما لها دور بيخفف الدم. طيب لن تحفظ اي صفحة؟ طيب هلا برايكم لو رجعنا على هي الصفحة هي كانت حمراء صح؟ ما كان مكتوب فيها شيء. طيب اذا رجعنا عملنا انتريت الصفحة شو رح تطلع؟ زرق. طيب هلا بهذا الدم مثلا انا كنت عم بقرا عم لقيت انه فرضا عدد ضربات القلب مو 100,000 مره باليوم. معناته في غلط، انا بعرف مثلا انه هي 10,000 مره باليوم. تمام؟ شو بعمل؟ بروح على نقاش. هلا هون فيني اكتب روح على عدي. لما روح على النقاش مثلا حط اضف موضوع. هلا من اضف موضوع مثلا العنوان شو كان عندي؟ عدد ضربات القلب. تمام؟ هلا شو مشكلتي انا بعدد ضربات القلب؟ انه مثلا عدد ضربات القلب مثلا 10,000 ضربة في اليوم. فرضا وليس 100,000 ضربة في اليوم. وين هي مثلا ليتين بتعرف ليتين مثلا انا ريت بتابع علوم هيك اول شيء. لازم اكون انا بعرفها من قبل وبعرف من وين جبتها، لازم اكون متأكدة. فيني مثلا بعدين اكتب لهم المصدر مثلا كتاب العلوم الصف السابع. تمام؟ التوقيع. بعدين شو بعمل؟ حط توقيعي. شفتوا هاد؟ القلم؟ توقيع مع الطابع الزمني. حط لي كلمة داخل شو بدي؟ لشو مش فاهم طلعت؟ هاد أنا اللي كتبته وهاد توقيعي، اسمي وأمات أنا كتبته. اسمي والتاريخ، تمام؟ هلا إذا واحد اخترع المعلومة من عقله مزورة يعني. انه هو مثلا كتب انه المصدر من هذا المكان بس هو مو موجود. طيب المعلومة غلط شو بنعمل له؟ بنروح على عدة يعني ما بنفوت بالمصدر. ما انا شفت معلومة غلط بروح على عدة بعد له معلومته او بكتب له بالنقاش انه هي معلومة غلط. وما جبتها انت من كتاب الصف السابع مثلا.